نرحب بكم من جديد. يعني معروف اساسا في الكويت في بيت دائما نلاحظه على الجسر لما نروح من صوب من عدد الدائري السادس وانت رايح صوب سلوى، في بيت في المراوح. نعم. اللي هي الهوائيه اللي طبعا هي مراوح لتجدد الطاقة لهذا المنزل. هذا البيت احنا كنا نشوفه من عمر للمواطن محمد النقي ذو المراوح الهوائية والتي تشبه مراوح الطواحين الهولندية الشهيرة، وأيضا هناك ألواح شمسية، وهذا دليل على ذكاء صاحب هذا البيت وحبه لمثل هذه الطاقات التي تغني الواحد عن استخدام الطاقات اللي قد تكون نوعا ما مؤذية للبيئة. هو مثل ما قلت يعني المهندس محمد النقي، يمكن هذا بيته تقريبا من الثمانينات بالضبط من عمر احنا نشوفه وهذا، لكن ايضا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن الحين قاعدين يعني على حسب ما وصلني يعني انه في 11 بيت غيره ما شاء الله حاليا بالكويت، لكن ايضا التكلفه اعلى صح، لكن في المقابل قاعد ياخذون يعني فائده اكثر البيت، تسخين مياه، الاناره. في مشكله لكن بعد شوي راح اناقشها ايضا مع المهندسين راح يكونون جاي على الهواء، وان شاء الله راح يعطون الحلول، لان قاعد يقولون الامور جدا قاعد تتطور لصالح البشر بشكل عام والبيئه ايضا بشكل عام. والبيئه الاحتباس الحراري عندنا ايضا عالي، فلا بد من تخفيض الغازات الدفيئه الخارجه من الاجهزه اللي قاعدين نستخدمها. نعم. طبعا راح نشوف معكم مشاهدينا هذا التقرير ولنعوده مع ضيوفنا ان شاء الله. بالقرب من جسر المسيلة وعلى جانب طريق فحيحيل وبالتحديد في منطقة سلوى، لفتت أنظارنا تلك المراوح الهوائية والألواح الشمسية المركبة في منزل أحد المواطنين. واجهنا صعوبة في إيجاد صاحب المبادرة، وبعد بحث طويل توصلنا إلى صاحب المنزل وتوجهنا إليه وقابلنا بحفاوة وترحاب، مجالسة لربما طالت لعدة ساعات، ليحدثنا محمد النقي عن تجربته الوطنية في استخدام الطاقة البديلة. بعدين في 84 الحقيقة ما بدأت عندي الفكرة، جبت ألواح الطاقة الشمسية ركبتهم عندي في البيت لتسخين الماء فقط، لأن تسخين الماء مباشرة هذا سهل، مباشرة من الطاقة من ألواح الطاقة الشمسية توصل إلى البويلر الماء يسخن الماء. بعد 91 قضية الطاقة الشمسية، ألواح الطاقة الشمسية، بدأت أفكر حتى في قضية المراوح. المراوح تنتج الطاقة الطاقة الكهربائية من الهواء، زين، وسرعة الهواء كذا، للأسف احنا ما عندنا كثير هواء، والمهم بس ممكن الاستفادة، حتى ممكن عمل هالمراوح هذه على محلات اللي فيها هواء خاصة على البحر. 9 مراوح هوائية متعددة الأشكال نصبت على أحد أسوار منزله، تزود ما بين 1000 إلى 7000 واط من الكهرباء، وألواح شمسية موزعة في أماكن مختلفة الناتج عنها إنارة الحديقة وتسخين الماء وتشغيل بعض الأجهزة الكهربائية. الطاقة الشمسية اللي تجي من الألواح ممكن استعمالها طريقتين، طريقة تسخين الماء مباشرة، وعندي شيء مركبه هني بارز ومن زمان، زين، هذا يسخن الماء. وفي شيء لا، مثل قضية المراوح الطاقة الشمسية الألواح، هم توصلهم على بطاريات ومن بطاريات بعدين تحولهم على الكهرباء. أشار النقي أن البطاريات التي تحول الطاقة إلى المولدات يجب أن تحفظ في أماكن تكفل ديمومتها واستمرارها. لازم يكون في محل بارد، لأن حتى السخونة دائما تأثر على عمر البطارية وتأثير البطارية. لهذا السبب أنا مسوي الطريقة هذه، وفي تهوية تحت وراء وأجناب على أساس أحافظ على عمر البطارية. هذا النموذج يعد مبادرة نيرة يحتذى بها لترشيد استخدام الطاقة الكهربائية البديلة والحفاظ على البيئة. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت. إذن تحذو دولة الكويت حذو الدول المتقدمة في العالم نحو تطبيقات الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة والاستفادة أيضا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأمواج وغيرها، وذلك اتساقا مع
لغة عالمية لتوفير استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات التي تضر في البيئة، بالتالي المحافظة عليها من خلال تعزيز استخدام الطاقة المتجددة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو المهندس سالم الحبيط، خبير طاقة متجددة معتمد من المركز الأوروبي للطاقة، والمهندس إبراهيم الربيعة طبعا ويانا مهندس اول في الكهرباء. حياكم الله ويانا وتشرفت بوجودكم. الله يحييك سالم. يا هلا فيكم. بدايه نبدأ وياك مهندس سالم، شنو المهام الموكله اليك من قبل المركز الاوروبي للطاقه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافيه على هذه الاستضافه الجميله وايضا لمناقشه هذا الموضوع الشيق. المركز الأوروبي للطاقة هو مركز معتمد في المملكة المتحدة وأيضا في أوروبا لتقديم برامج تخصصية حتى تؤهل المهندسين والمختصين في العمل في مجال الطاقة المتجددة في بريطانيا. خلال دراستي الماجستير في الأعوام السابقة أحببت أن أثري نفسي بهذه المعلومات وأيضا حتى أستقطب الأفكار التشريعية والتنظيمية الموجودة في أوروبا وأنقلها إلى بلدي الكويت، فالتحقت في 3 برامج تخصصية في المركز الأوروبي للطاقة، وهذا المركز وهذه الدورات اللي اجتزتها في المركز الأوروبي أهلتني أن أكون يعني خبير معتمد للطاقة المتجددة. وهذا المركز الأوروبي للطاقة يعتبر من المراكز الرائدة في المملكة المتحدة وفي أوروبا منذ 1975. المختصين الذين اجتازوا هذه الدورات يأهلهم أن يكون معتمدين في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وأيضا الشركات العالمية في أوروبا حتى تنفذ المشاريع يجب أن يكون عندها موظفين معتمدين من المركز الأوروبي للطاقة وأيضا من مراكز أخرى معتمدة في أوروبا. هذه التجارب وهذه التخصصات هذا ما نفتقدها حاليا في الكويت، وهذا اللي راح تثري المشاريع الطاقة المتجددة في الكويت في حالة تنظيمها واعتمادها بالشكل المناسب. المركز الأوروبي للطاقة شقوف أيضا أن يكون له دور أيضا في الكويت بحيث أنه يساهم في التصنيف الهندسي في مجال الطاقة المتجددة في الكويت، وإن شاء الله هذا نتمناه في القريب العاجل إن شاء الله. مهندس إبراهيم صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. حياك الله ويانا. شلون نقدر نستفيد من الطاقة المتجددة عندنا في طبعا الحفاظ على البيئة وأيضا الحفاظ على صحة الإنسان؟ تمام، أول شيء حاب أشكركم على الاستضافة هذه، يعطيكم العافية. بالنسبة حق الطاقة المتجددة نتكلم أنها صديقة للبيئة بمعنى أنها ما تصدر منها أي انبعاثات تسبب عندي مثلا اللي هو الاحتباس الحراري. فحاليا نحن نعتمد في الكويت وايد على اللي هي النفط والغاز لإنتاج الكهرباء. كوني موظف أنا في وزارة الكهرباء والماء، ف عندنا اللي هو الطريقة هذه تصدر عنها انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون اللي يسبب عندي في اللي هو الغازات الدفيئة تزيد حرارة الأرض. استخدام الطاقات المتجددة سواء الرياح أو الطاقة الشمسية اللي هي الكهربائية وغيرها ما تصدر عنها الأشياء هذه، فبلا شك راح تقلل اللي هو الاحتباس الحراري، وإحنا نعاني الحين حتى بالكويت نشوف اللي هو الحرارة الزايدة. ومعلومة إن أعلى منطقة فيها حرارة بالعالم مسجلة عندنا بالكويت، فإحنا الحرارة هذه مو بعيدة عنا اللي هي الاحتباس الحراري في منطقة اسمها مطربة في شمال الكويت تقريبا مسجل 53 درجة سيليزية. فأكيد بلا شك إذا اتجهنا حق الطاقة المتجددة راح نقلل من الظاهرة هذه. نعم مهندس سالم، ودنا نعرف أهم الإنجازات اللي حققتها الكويت في هذا المجال بالتحديد. في مجال الطاقة المتجددة هذه بدأت الكويت رؤيتها منذ عام 2012 عندما أعلن صاحب السمو أمير البلاد عسى الله يحفظه ويعافيه أن الكويت ستعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 15% من الطلب للطاقة الكهربائية في الكويت. هذا منذ عام 2012 وضعت الكثير من المؤسسات والوزارات الدولة برنامجها في تطبيق الطاقة المتجددة. وصلنا في
نسب لا بأس فيها في كثير من المؤسسات. أيضا مشروع الشقاية يعتبر كمرحلة أولى كانطلاقة المشاريع الطاقة المتجددة، تم تنفيذ ما يقارب 70 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، توزعت إلى 3 أنواع من مصادر الطاقة المتجددة. وكان يعتبر في ذاك الوقت مشروع الشقاية لما أعلن عنه صاحب السمو أمير البلاد يعتبر مشروع حيوي ونوعي في العالم، كونه يمتزج أنواع مختلفة من مصادر الطاقة المتجددة اللي هي طاقة الرياح وأيضا طاقة شمسية الحرارية وأيضا طاقة شمسية الكهروضوئية. بعد هذه المرحلة انتقلنا إلى المرحلة الثانية من مشروع الشقاية وهو ما يطلق عليه مشروع الدبدبة. مشروع الدبدبة حاليا أعلن قبل سنتين بسعة تعادل 1500 ميجا وات، ويعتبر أكبر مشروع في العالم ينفذ ككل يعني كمشروع، وهذا سينفذ بإشراف المؤسسة الكويت اللي هو KNPC اللي هو البترول الوطنية، شركة البترول الوطنية. وإن شاء الله عن قريب راح نسمع من الذي سينفذ من الشركات العالمية، ونتمنى هذا المشروع يمشي بسلاسة، لأن وأن يكون الدولة يعني تنظم العملية بشكل سلس، لأن الشركات العالمية يعني تتأمل أن يكون البنية التحتية والإدارية سلسة حتى تساهم في إنجاح هذه المشاريع. الكويت يعني التارجت عندنا أن نوصل إلى 15%، بمعنى أن خلال 2030 نحتاج ما لا يقل عن 5 جيجا وات أو 5000 ميجا وات من الطاقة المتجددة. هذا لا يتحقق إلا إذا كان هناك تشريعات وتنظيمات وجدية في تنفيذ هذه المشاريع. نحيي كثير من مؤسسات الدولة التي نفذت، ولكن نحتاج أيضا أن يكون هناك إنتاجية أكثر بمتابعة بعد التشغيل والتنفيذ. جميل. مهندس إبراهيم، المشروعين هذول الشقاية والدبدبة إن شاء الله شنو راح يخدمون البلد والمواطنين بشكل عام؟ في البداية طبعاً اللي سوى المشروع هذا اللي هو معهد الكويت للأبحاث العلمية، وحتى في استخدامه حق الألواح استخدم نوعين وليس نوع واحد، في نوع البولي وفي نوع التنفلم للتجربة. فهذه يعني وحتى في داخل هذا في الشقاية، في الشقاية نعم. حتى في مبنى للأبحاث يعني والتطوير والأشياء، يعني هذا جداً راح يساعد الكويت في التقدم إذا في البحث وفي مبنى خاص في الشقاية بالنقطة هذه البحث. بلا شك أنه راح يكون في تقدم حق الكويت في الجانب هذا. الأمر الآخر يعني إذا احنا اتجهنا للطاقة المتجددة ونفس ما قلنا قبل شوي اللي هي مسألة البيئة وكذا، بلا شك هم أيضا راح يفيد الكويت بهالنقطة هذه. جميل. من خلال يمكن قبل شوي احنا قبل لا نبدا اللقاء وياكم كان هناك في تقرير عن المواطن محمد النقي وتجربته من خلال هذا البيت، وش تنصح فيه وشون شفتها؟ طبعا محمد النقي يعني يمكن وانا قبل صغير حتى ما كمل دراستي يعني، وتشوف انت رايح بيته تشوف الطاقه هذه يعني وجوده بس تشوفه يبعث فيك الامل يعني. صحيح. طبعا احنا شو نقول يعني مع انه ما كان عندنا الخبره هذه يعني، لكن يوم الحمد لله يعني الحين نشوفه ونشوف الطاقه المتجدده ودشيت انت في المجال بالمجال هذا. نعم. فيعني صراحه يستحق تحيه كبيره جدا على الجهد اللي بادله، خاصه انه بادله من ايام ما كانت الطاقه يعني ما حد يدري عنها، اسعارها حتى غاليه. اي فبالك يعني الحين يعني هاي الحين بعد يعني هاي قبل كانت اغلى من الحين. اغلى من الحين بوايد اكيد. الله المستعان. طيب مهندس سالم، يمكن بعد 5 سنوات نعم شو راح يكون استخدام للطاقه الكهربائيه؟ بعد 5 سنوات الطاقة بإذن الله إن شاء الله. حنا الجميل أن أسعار الطاقة المتجددة في انخفاض جدا عالي حاليا. ومتوقع أن يعني الأسعار راح تكون جدا وصلت الحين للأسعار قياسية أصلا، يعني تنافس الوقود الأحفوري بل أقل في حالة الكوست أوف إنرجي. فبالتالي الطاقة المتجددة سوف يعني تزدهر بشكل أكبر، ولكن هناك عدة تحديات إذا بنتكلم عنها بخصوص مشاريع الطاقة المتجددة المقبلة. أن هناك الاحتياج لتخزين الطاقة
بطريقة تستفيد منها. وهذا معاكبت عليه كثير من الدول حاليا. حاليا وصلوا إلى كثير من الدول وصلوا إلى نسبة مثلا تصل إلى 60% من احتياج الطاقة الكهربائية. ولكن وجود الطاقة المتجددة لا يمكن الاستفادة منه بشكل كبير إذا لم يكن هناك طريقة لتخزين الطاقة. وأنا أتكلم عن مفهوم دولة منها مشروع الدبدب والشقاية، لأن الطاقة المتجددة مهما كانت تعتبر طاقة متوقعة غير مستقرة. يعني ممكن تتوقع طاقة ولكن الظروف الجوية قد لا تأتيك بما أنت يعني تحتسبه. فبالتالي الطاقة المتجددة ما يمكن الاعتماد فيها كتغذية الأحمال الأساسية اللي تعتمد عليها الدولة. الدولة تعتمد على البيس لود نسميه، عن طريق المولدات الموثوقة أكثر، عن طريق الأويل. فتعتمد على نسبة بسيطة من تغيرات الأحمال أن تدخل جزء من الطاقة المتجددة، وهذا الذي يحدث في الدول الأوروبية كلها. قد يكون عنده منتاج طاقة متجددة تصل إلى 40% 60%، ولكن النسبة اللي تدخل في الشبكة الكهربائية لا تتجاوز 5%. ليش؟ لأن ما يقدرون يعتمدون عليها أساسا لتتغير. ولذلك لجأوا إلى عمليات تخزين الطاقة. تخزين الطاقة ممكن تكون تخزين طاقة ميكانيكية، إن إذا عندي أنا طاقة متجددة حاليا خلال اللحظة الفلانية أنا ما أقدر أدخل الشبكة، ولكن أقدر أستفيد فيها في تخزين طاقة. وبالتالي إذا احتجتها في فترات معينة أصبح التخزين عندي طاقة موثوقة أقدر أدخلها في الشبكة، وتعدل البيس لود عندي، البيس لود تغذي بطريقة مميزة. فحنا نتمنى أن الرؤية خلال 5 سنوات لا تعكف فقط على عملية إنتاج طاقة، لأن بالتالي راح نجد نفسنا عندنا طاقة متجددة ولكن ما نقدر نستهلكها. فيجب أن يكون هناك طاقة متجددة بتوسيع الآفاق نحو تخزين الطاقة. النقطة الثانية اللي هي ممكن نتكلم عنها بعدين اللي هو السيارات الكهربائية، نقدر نحن نشركها في هذا الموضوع. السيارات الكهربائية لجأت يعني الدول الأوروبية للسيارات الكهربائية ليس فقط لتجنب الوقود فقط، ولكن وجدوا أن الستيشنز اللي تخزن الطاقة الكهربائية هذه ممكن أن تغذى عن طريق الطاقات المتجددة اللي أنا ما أقدر أدخل الشبكة، فأصبحت كإنرجي ستورج كتخزين طاقة لهم. فهذه الازدهارات اللي تصير في السيارات الكهربائية وأيضا في تخزين الطاقة راح تساهم في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة. فحنا ما عندنا فقط تحدي أن أوصل نسبة كمية طاقة من طاقة متجددة، ولكن كيف أستخدمها استخدام مناسب عن طريق تخزين الطاقة. إذن طبعا المهندس سالم الحبيط خبير طاقة متجددة معتمد من المركز الأوروبي للطاقة، المهندس إبراهيم الربيع مهندس أول كهرباء، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم. بارك الله فيكم. نرجو التوفيق.